السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 18 حزيران يونيو القمر اليوم موجود في برج العقرب راح يظل موجود في برج العقرب لغاية يوم الغد الأربعاء الساعة أربعة وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش القمر الآن أو اليوم راح يكون موجود في منزلة القلب اللي تقريبا الساعة 11 انتقل ما يعني 11 من مساء يوم الاثنين انتقل لمنزلة القلب وراح يظل موجود في منزلة القلب طيلة اليوم لغاية الساعة 12 و19 دقيقة بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. منزلة القلب هي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة. القمر بما انه موجود في برج العقرب اليوم معناته ما بنعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا بنحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا واحنا بنكون بحاجه للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصه الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي. لانه ممكن ينفجروا عند اي مواجهه او كلمه او انتقاد في من حولهم. يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين او الضريبه او البنوك او قراءه روايه او مشاهده فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل مثلا. بالنسبه للزوايا الفلكيه طبعا اليوم ما عندنا غير زاويه وحيده وهي زاويه تثليث ايجابيه بين القمر وبين زحل. أي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية عشر دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا. بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها إلا إذا كانت اضطرارية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايض البروستاتا عظم العانة والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء أي عملية جراحية لها أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ ويصلح للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي طبعا بالنسبة لخلو المسار بما أن القمر موجود في العقرب خلو المسار القادم راح يكون غدا الأربعاء ببدأ الساعة أربعة عشر دقيقة بعد العصر وبيستمر لغاية الساعة أربعة واحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت غرينتش طبعا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر طبعا حصار المحدب عمره 12 يوم في تمام الساعة واحدة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش بيصير نبدأ باليوم الثلاثة عشر نسبة الإضاءة تسعة وثمانين في اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم ، الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة سعيد بنسبة سبعين في المية ، القمر في العقرب حتى يوم عشر ستة سعيد الآن بنسبة عشر في المية ، ساعات الظهر منتحس بنسبة عشرة في المية ، في ساعات العصر سعيد بنسبة عشر في المية ، عطارد في السرطان حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11/7 منتحس بنسبة 5% المريخ في الثور حتى يوم 20/7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29/6 سعيد بنسبة 30% اورانوس في الثور حتى يوم 1/9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2/7 سعيد بنسبه 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 2/9 منتحس بنسبه 10% وصلنا للتوقعات اليوميه برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحة قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء واستشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع وحاول قدر الإمكان ما تجازف أو تغامر بالمسائل المالية برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك ممكن تعززوا العلاقة مع الشركاء سواء شركاء المال أو شركاء العاطفة ولكن بدكم تحافظوا على هدوء أعصابكم ونبرة صوتكم وما تعرضوا لقاءاتكم للفشل لأن طاقتكم ضعيفة بتسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو ممكن تشعر بالظلم أو القهر فحاول أنك ما تيأس وكون صبور برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء بدكم تنجزوا طبعا اليوم ما بوسعكم من العمل المتراكم التركيز على العمل وعلى الصحة نظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تسمحوا لاي شخص بانه يشكك بقدراتكم. ناقشوا واستفسروا عن التفاصيل، استشير الخبراء. ما تتشبث برايك واستمع لاراء الاخرين بهدوء ورويه، وما تتسرع في القرارات. ممكن تنشغل اليوم بملف او معامله. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان بتجتازوا اليوم يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح مع على المستوى العاطفي على مستوى هواياتكم على مستوى الترفيه وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح وممكن تخصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسالك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد اليوم بتنهمكم بإدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم وممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع حبيب أو مع أحد أفراد العائلة فترة متوترة جداً رغم أنه ما في أي مخاطر ولكن التركيز دائما على المسائل العائليه بيخلق بعض الاعطال او بعض المشاحنات ممكن تضطر للاهتمام باحد افراد العائله او بعطل منزلي. برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا اليوم بتنشطوا بالدراسه والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهه قصيره ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك طبعا الجو للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك عند قدرة على الإقناع عالية جدا وممكن اليوم تطلق حملة ترويج أو ممكن تسمع خبر كنت بتنتظره برج الميزان بالنسبه لمواليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصه متاحه للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي وتعتبر هاي الفتره حافله بالاعمال والمسؤوليات اهم شيء انك تتفائل بالخير انطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الاجواء وحسن العلاقات كل انشغالاتك اليوم راح تكون على الامور او على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا اليوم انتم نشطون وحيويون وبينجذب لكم افراد من الجنس الاخر بسبب الطاقة العالية الموجودة عندكم بامكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شانها انها الدعم من مركزكم الاجتماعي بتدور الاحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك تتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بمهمة طال انتظارها وفي إشي جديد رح يدخل حياتك. برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري ويخلدوا للراحة وحذروا من بعض المحتارين وخيبات الامل. الحظوظ قليلة فما تجازف، بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة. أجل أعمالك لغاية يوم الغد مساءً بيكون أفضل أو ما بعدها لأنه الفترة هاي ضاغط القمر في بيت المتاعب فحاول تعمل بشكل روتيني. برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق أهم مش إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير عشان تقدر تحقق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب لجانبك أو مساندتك أو شخص يدعمك بمسألة ما ولازم ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر وبرضو حاول تستغل اليوم لإنجاز كل الأعمال الضرورية والمهمة برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو بينصب اهتمامكم اليوم على العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم ونيرض رضا المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والانفعال بل كن هادئ طبعا هذا اليوم بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظات معينة فممكن تبدأ تبدو غاضب أو عدائي فبدك تحذر الخلافات وبرضو ممكن اليوم تحصل على تكريم أو ترفيع برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعا اليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو من خارج البلاد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم هذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة وأيضا هذا اليوم بعض مواليد برج الحوت ممكن يفكروا بسفر أو برحلة أو يفرحوا لإنفراج أو تسوية مهمة بتهتم بهواية جديدة أيضاً بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وعندك القدرة على التواصل مع المحيط عشان هيك هذا اليوم من الأيام المميزة اللي لازم ما تضيع عليك جماليته هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء